الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، أنا ضحى الزهيري أحييكم إلى استوديو الحدث لهذا اليوم. هذه أبرز العناوين. أكسيوس تنقل اندلاع خلافات بين واشنطن وتل أبيب حول خطة الإجلاء من رفح خلال الاجتماع الافتراضي بينهما. الشباك الإسرائيلي يحذر من خطورة الاحتجاجات في إسرائيل ويقول إنها قد تقود لمنحى خطر. بحسب إعلام إسرائيلي، الاتصالات الإسرائيلية ستطلب من شركات الهاتف الخلوية الاستعداد للتصعيد على الحدود اللبنانية. احتجاجات وأعمال شغب في مناطق كردية بعد تعيين أردوغان مرشحا من حزبه رئيسا لبلدية كردية رغم خسارته بالانتخابات. سبعة قتلى ومئة جرحى ودمار في أعنف زلزال يضرب تايوان منذ ربع قرن. أفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس أن الخلافات الكبيرة بين أمريكا وإسرائيل بشأن العملية العسكرية في رفح ظهرت بوضوح في اجتماع افتراضي بين الجانبين. ووفق الموقع، طرحت إسرائيل في الاجتماع بشأن رفح أفكارا عن إجلاء المدنيين من المدينة تقدر أنه سيستغرق 4 أسابيع على الأقل، بينما صرح مصدران لأكسيوس أن الاجتماع الافتراضي بين الطرفين بشأن العملية العسكرية في رفح كان عمليا وبناء رغم الخلافات. بحسب الموقع، اعتبرت واشنطن أن تقديرات إسرائيل للمدة التي تحتاجها لإجلاء المدنيين من رفح غير واقعية، حيث أبلغت واشنطن إسرائيل بأن الأزمة الإنسانية في غزة تحول دون الوثوق في قدرة تل أبيب على إجلاء المدنيين من رفح بكفاءة ونظام. أكد مصدران لأكسيوس أن أمريكا شددت في الاجتماع مع إسرائيل أن التخطيط لإجلاء مدنيين من رفح قد يستغرق 4 أشهر، حيث رفضت إسرائيل ذلك. من جانب آخر، كشفت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل اللقاء الافتراضي الذي جمع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي قبل يومين لبحث خطط إسرائيل لاجتياح رفح، والتي رفضها المسؤولون الأمريكيون خلال الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين. وخلال الاجتماع، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان الإسرائيليين من أنهم على وشك أن يكونوا مسؤولين عن أزمة مجاعة في القرن 21، وشدد على رفض واشنطن لذلك كما كشفت القناة. كما أبدى استياءه من خطة الإخلاء التي قدمتها تل أبيب، واعتبر أنها ليست مثيرة للإعجاب ولا قابلة للتطبيق. بينما قال بلينكن ساخرا للإسرائيليين خلال الاجتماع أنه وفق لوتيرة عملهم في إدخال المساعدات الإنسانية فسيستغرق الأمر 4 أشهر لإخلاء رفح. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. بعد المشاهد المأساوية في غزة، استهداف المستشفيات، المدنيين ومؤخرا عمال الإغاثة بشكل مستمر من قبل إسرائيل، هل جعل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أكثر ترددا في قبول خطة إسرائيل لاجتياح رفح باعتقادك؟ تحياتي لك ضحى ولكل مشاهدي قناة الحدث الكرام. بالفعل هناك تردد أمريكي بل تحفظ يزداد يوما بعد الآخر في ظل تفاقم الوضع الإنساني، وهو الذي دفع جاك سوليفان بأن غزة ربما ستشهد المجاعة الثالثة
في القرن ال21 بعد جنوب السودان وبعد الصومال، وهو ما يشكل ضغوط حقيقية وتداعيات كبيرة على الجانب الأمريكي في ظل عام انتخابي وفي ظل تزايد الضغوط الدولية على الجانب الأمريكي. وبالتالي جاءت نتائج الاجتماع لتعبر عن تباين كبير في المواقف بين إسرائيل وبين الجانب الأمريكي، وهو بالمناسبة ليس اختلاف حول الأهداف، هناك اتفاق حول الهدف الأساسي وهو هزيمة حماس في قطاع غزة، باعتبار من وجهة نظر إسرائيل أنها لن تعلن انتهاء الحرب إلا بعد القضاء على حماس وآخر كتائبها في رفح. الأمر الثاني أيضا هو اختلاف فقط في الكيفية والطريقة التي ستتم بها اجتياح رفح. لكن صحيح دكتور يعني أحمد، هل تعتقد أمريكا مبدئيا لا تعارض؟ كانت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا لا تعارض عملية اجتياح رفح، ولكنها كانت تتحفظ على أن إسرائيل لم تقدم خطة موثوقة في البداية كما كانت تقول. ولكن باعتقادك بعد كل هذه الإدانات الدولية، هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تجازف وتوافق على عملية رفح؟ أنا في اعتقادي ضحى أن أمريكا لن تجازف لاعتبارات كثيرة، اعتبارات إنسانية، اعتبارات استراتيجية، لأن التكلفة الكبيرة البشرية والاقتصادية والاستراتيجية من اجتياح رفح إسرائيل عشوائي بهذه الطريقة دون موافقة أمريكية سيكون لها تداعيات كارثية وربما كبيرة على الجانب الأمريكي، سواء خاصة البعد الانتخابي أو فيما يتعلق بمصالح أمريكا الاستراتيجية في المنطقة. وأنا في اعتقادي إسرائيل لن تقدم على عملية رفح إلا بعد التنسيق الكامل والضوء الأخضر والدعم الكامل من الجانب الامريكي، وهذا ما يعني جعل مساحه كبيره لربما يعني هناك يعني اجتماعات في المستقبل. الجانب الاسرائيلي لن يجازف بعمليه رغم تهديدات نتنياهو. الجانب الامريكي ايضا له ابعاد استراتيجيه، اولا رفح تمثل خصوصيه ربما عن قطاع غزه بقيه القطاع، يعني امريكا لم تتخذ رد فعل بهذا في خان يونس في شمال قطاع غزه والاجتياح البري والتداعيات الكارثيه. رفح لديها خصوصيه، اولا هي تمثل اخر نقطه على الحدود مع مصر، وامريكا حريصة ألا تؤدي عملية رفح إلى توتير العلاقات المصرية الإسرائيلية الأمريكية، لأن هذا المثلث العلاقات الثلاثية تضمنه أمريكا منذ معاهدة السلام، وبالتالي هناك تحفظ كبير على عملية رفح. الجانب الآخر بعد استراتيجي، وهو أن التداعيات المترتبة على رفح ستعزز النفوذ الصيني والروسي في المنطقة، وهذا أيضا سيؤثر سلبا على الجانب الأمريكي. ثم هناك البعد الإنساني والبعد الانتخابي الأمريكي المتعلق بالتداعيات وعامل الانتخابي والضغوط الانتخابية في ظل أن عدد الفلسطينيين الآن أكثر من 33 ألف فلسطين يعني قتلوا على يد الإسرائيلي، وهناك مجاعة إنسانية. وبالتالي في هذه النقطة دكتور أحمد، وفيما يتعلق بالحسابات الانتخابية التي يرى البعض بأنها ستكون الدافع الرئيسي والحقيقي وراء أي قرار تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية، تحدثت حضرتك عن موضوع المجاعة وأمريكا تتخوف منه، منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ستصدر تقريرها بعد عدة أسابيع، وإذا أصدرت هذا التقرير الذي يتحدث عن مجاعة في غزة ستكون المرة الثالثة في يعني المرة الثالثة من نوعها في القرن الحادي والعشرين، وهناك تصريحات أمريكية تقول إذا صدر ذلك سيكون سيئا لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية. هو بالفعل ضحى هناك الآن قيود شديدة على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالتعامل مع عملية رفح. أمريكا أبدت مرونة في السابق وخلال الخمسة أشهر وقدمت الدعم العسكري وتغاضت عن ما قامت به إسرائيل في كل مناطق القطاع، لكن هذه المرة هناك يعني حسابات دقيقة لدى الإدارة بايدن، سواء اعتبارات انتخابية داخلية أو اعتبارات إنسانية. إعلان المجاعة في قطاع غزة ليس فقط سيكون إدانة للجانب الإسرائيلي، ولكن أيضا إدانة للجانب الأمريكي باعتبار أن أمريكا هي الداعم الأساسي إسرائيل عسكريا ولم تضغط عليها فيما يتعلق بإدخال المساعدات، وبالتالي ستتحمل المسؤولية جزء كبير من هذه المسؤولية فيما يتعلق بالمجاعة. وكل منظمات الأمم المتحدة تقول أن قطاع غزة خاصة شمال قطاع غزة على شفا المجاعة، ولم تفلح جهود أمريكا سواء فيما يتعلق بالإسقاط الجوي أو الممر البحري وإدخال المساعدات أو غيرها، لم تفلح في تفادي هذه المجاعة في ظل قيود إسرائيل. وبالتالي هناك حسابات شديدة، وهذا ما عبر عنه الجانب الأمريكي في الاجتماع الافتراضي بأن أمريكا تتحفظ وهناك خطوط حمراء بالنسبة للجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذا البعد الإنساني، لا سنكون محرج للرئيس بايدن في عام الانتخاب وقد يكلفه الكثير سياسيا، وهو بالتالي تسعى إلى تفاديه. في الجانب الآخر إسرائيل لا تريد الصدام مع الجانب الأمريكي، هي تبدو مرونة، قدمت يعني عرضا للإجلاء بأربعة أسابيع نقل ما يسمى مدن المخيمات. أمريكا قالت أنه واقعي، قالت أنه يمكن في أربعة أشهر، وبالتالي هناك هامش للحركة أو مساحة من الوقت
الوقت يمكن لها الوصول لحل وسط لتفادي التداعيات السلبية سواء الإنسانية أو السياسية والاستراتيجية. المصادر المطلعة التي تحدثت لموقع أكسيوس قالت أن الخلافات كبيرة صحيح بين أمريكا وإسرائيل، لكنها قالت أيضا أن الأفكار التي طرحتها إسرائيل لا ترى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها واقعية أو قابلة للتطبيق، وبالتالي ما الخطط التي يمكن أن تطرحها إسرائيل وتوافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا في اعتقادي ضحى العكس هو الصحيح، بمعنى هناك خطط أمريكية قد تقبل بها إسرائيل، لأن إسرائيل ليس لديها خطط سوى الاجتياح البري وعملية الإجلاء في أيام قليلة في أسابيع إلى خان يونس أو غيره، وهذا ما ترفضه أمريكا. أمريكا تقدم حل وسط ربما تدرسه إسرائيل متعلق بعملية عسكرية بديلة عن عملية الاجتياح البري، عملية نوعية استهداف قادة حماس، معلومات استخباراتية، وهنا يمكن دون أن تقدم أمريكا الدعم اللوجستي، الدعم الاستخباراتي دون الاجتياح لرفح، وهذا نقطة مهمة. أيضا ما قيل عن عزل رفح عن بقية القطاع أو تأمين الحدود المصرية، يعني كلها سيناريوهات تؤكد أن أمريكا تريد عملية جراحة دقيقة لرفح وليس كما تقوم به إسرائيل من الاجتياح الشامل الذي سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الجانب الأمريكي وعلى الجانب الإسرائيلي أيضا، في ظل قضية منظورة من محكمة العدل الدولية واتهام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية. وبالتالي هذا أيضا سيعطي من وجهة نظر أمريكا أيضا مبررات لحماس وغيرها أيضا لدعم نفوذها في ظل الأوضاع الإنسانية. وبالتالي أنا في اعتقادي الجانب الأقرب هو عملية عسكرية نوعية دقيقة بمساعدة أمريكية وتجنب سيناريو الاجتياح، لأن الخيارات الإسرائيلية حتى الآن إذا وافقت إسرائيل على ذلك، وأنا في اعتقادي أنها، هل تعتقد بأن إسرائيل يمكن أن تمضي قدما في هذه العملية دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية؟ ستكون مجازفة كبيرة من جانب حكومة نتنياهو إذا أقدمت العملية دون تنسيق مع الجانب الأمريكي، وأنا أعتقد تماما أنها لن تقدم إلا بعد الموافقة الأمريكية والضوء الأخضر الأمريكي والدعم الأمريكي، لأن إدارة بايدن الآن بدأت تضع خطوط حمراء، هي أعطت صلاحية وضوء أخضر لإسرائيل ونتنياهو في السابق في 5 أشهر، لكن هذه المرة وقال قبل ذلك خط أحمر، وأعتقد إسرائيل لن تقدم ولن تجازف بالصدام مع إدارة بايدن. شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من القاهرة. بعد إعلان منظمة المطبخ المركزي العالمي تعليق عملياتها إثر استهداف قافلتها في دير البلح ومقتل 7 من موظفيها، كشف مسؤولون قبارص أن سفينة المساعدات الثانية التي كانت على مشارف سواحل غزة عادت أدراجها إلى قبرص. يأتي هذا بينما توالت التنديدات الدولية والأممية بالاستهداف، ما اضطر المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركانه للاعتراف بالمسؤولية عن الحادثة والحديث عن فتح تحقيقات داخلية للوقوف على ملابساتها. الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم إسرائيل بعدم القيام بما يكفي لحماية موظفي الإغاثة في غزة، واصفا مقتل موظفي وورلد سنترال كيتشن بالحادث المأساوي. كما أكد الرئيس الأمريكي ضرورة الانتهاء سريعا من التحقيق الإسرائيلي في الحادث ومساءلة المتسببين. كما أشار بايدن إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على تل أبيب لتفعل المزيد لتسهيل وصول المساعدات لغزة، وذلك بالتوازي مع الضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فطالب بتحقيق محايد حول ملابسات القصف الإسرائيلي. لا ينبغي لنا أن نواجه موقفا يكون فيه الأشخاص الذين يحاولون مساعدة المحتاجين معرضين لخطر كبير. لقد خاطبنا الحكومة الإسرائيلية مباشرة بشأن هذا الحادث بالذات، ودعونا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحايد لفهم ما حدث بالضبط. وكما فعلنا طوال هذا الصراع، ضغطنا على إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الأبرياء. اعترف القادة الإسرائيليون على غير العادة بالخطأ في حادثة مقتل 7 من عمال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، اعتراف لن يغير الحقيقة ولن يعيد هؤلاء للحياة.
ذاك الخطأ ارتكبه الجيش الإسرائيلي 3 مرات بحق قافلة المساعدات التي كانت تحمل شعار المطبخ المركزي العالمي بوضوح على سطحها وجوانبها. هذا ما كشفت عنها صحيفة هارتس نقلا عن مصادر مطلعة على الحادث. تقول تلك المصادر إن غرفة العمليات التابعة للوحدة المسؤولة عن تأمين المحور الذي كانت تسير فيها القافلة باتجاه مستودع للأغذية في دير البلح رصدت على الشاحنة مسلحا واشتبهت فيه. بعدها وصلت الشاحنة إلى وجهتها برفق السيارات المنظمة 3 والتي كانت تقل 7 متطوعين، 2 منهم فلسطينيان مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا، والخمسة الآخرين من أستراليا وبريطانيا وبولندا. بعد دقائق قليلة غادرت السيارات 3 من دون الشاحنة التي يزعم أن المسلح تواجد فيها، الذي لم يغادر مقر المستودع أبدا بحسب الرواية التي نقلتها هارتس. تحركت القافلة على طريق تمت الموافقة عليه مسبقا من قبل الجيش الإسرائيلي. بينما كانت القافلة تسير في ذلك الطريق جاء الأمر لمشغل الطائرات المسيرة بمهاجمة إحدى السيارات بصاروخ وفقا لهارتس. على الفور تمكن بعض الركاب من الخروج من السيارة المستهدفة واتجهوا نحو إحدى السيارتين الأخريين وأبلغوا مسؤوليهم عن تعرضهم لهجوم، وبعد ثوان أصابهم الصاروخ الإسرائيلي الثاني. تمكن السيارة المنظمة الإنسانية 3 من الاقتراب منهم لنقل الجرحى، فأطلق عليهم الصاروخ 3 ليقتل جميع المتطوعين. حادثة استدعت إدانات دولية، لكن سكان القطاع يرون فيها رسالة من إسرائيل لترويع المنظمات الإغاثية لوقف عملها في القطاع المنكوب لاستخدام سلاح التجويع ضمن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد الفلسطينيين. من القاهرة تنضم إلينا إيناس حمدان مديرة الإعلام في وكالة الأونروا في غزة. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. بالحديث عن ملابسات ما حدث مع السبعة أعضاء في World Central Kitchen، والآن بالحديث والمعلومات عن عودة هذه السفينة التي كانت محملة بالأغذية وكانت قريبة للغاية من شواطئ غزة، عودتها مرة أخرى إلى قبرص، إلى أي مدى يعكس ذلك حجم التخوف لديكم وباقي المنظمات العاملة في الإغاثة من البقاء والاستمرار في عملهم؟ نعلم بأن عملكم أصلا محاط بالمخاطر، ولكن الآن أصبحت الاستهدافات مباشرة وشبه متعمدة. أهلا بك. يعني بالتأكيد ما حدث منذ يومين من مقتل هؤلاء العاملون في المجال الإنساني شيء مأساوي وصادم، ويعني حسب جميع المواثيق الدولية لابد من حماية العاملين في المجال الإنساني. يجب ألا تكون مركباتهم مثلا هدفا، يجب ألا تكون المنشآت التي يعملون بها هدفا، هم أنفسهم لا يجب أن يكونوا هدفا. الأثر سيكون يعني سلبي ربما على الاستجابة الإنسانية بشكل عام في قطاع غزة في ظل التدهور الكبير في الأوضاع المعيشية والأوضاع الإنسانية. يعني نحن نتحدث عن حالة جوع حقيقية مثلا في مناطق غزة الشمال، والمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى تلك المناطق والتي بالمفترض أن تدخل بكميات أكبر أيضا هي مهمة أكثر من أي وقت مضى. إذا وجودها هذه المؤسسات، وجود الأونروا لإدخال المساعدات وإيصالها بشكل الأمثل والأكثر فعالية هو جوهري ومهم أكثر من أي وقت مضى. نعم. الأوضاع الإنسانية لم تعد تحتمل في قطاع غزة، سواء في مناطق الشمال وغزة أو في حتى في مناطق الجنوب، حيث نشهد نقص كبير في المواد الإغاثية. هل تصدقون التصريحات الإسرائيلية بأنه كان هناك خطأ في المعلومات الاستخباراتية؟ الكثير من التقارير كما تعلمين تتحدث ومنذ فترة عن أن غزة على مشارف مجاعة. الآن حينما تعود سفينة محملة بالأغذية أدراجها إلى قبرص، وحينما يستهدف The World Central Kitchen المعني بإطعام هؤلاء، هل تعتقدين بأنه هذا فعلا خطأ أم أنه مقصود كما تقول التقريرات التي تتحدث أن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا في هذه الحرب؟ يعني أنا ربما لا أستطيع التعليق على تفاصيل الحادث، ليس لدي ما يكفي من التفاصيل، ولكن هناك
يعني هناك أمر واضح، وهو أن الجوع بات يستخدم سلاح ضد المدنيين، وهذا أمر غير مقبول. وقد قامت الأونروا مرارا قبل ذلك بالتحذير من حالة المجاعة الوشيكة، حذرت من الحالة الإنسانية الصعبة للغاية. بالتالي ما هو مطلوب ربما في هذه الفترة هو تأمين قوافل المساعدات الإغاثية، ضمان حماية لهؤلاء العاملين في المجال الإنساني من أجل إيصال المساعدات إلى مستحقيها. يعني العمل في المجال أنت تعملين الإنساني في والمجال وكالة الإنسانية الأونروا، من التقارير التي تصلك ومن متابعتك، كيف تعمل المنظمات الإنسانية وما العراقيل أمامها وما هو الوضع الإنساني في هذه المرحلة بعد 6 أشهر من الحرب؟ يعني نحن نعمل في بيئة صعبة ومعقدة للغاية. نحن نعمل في قطاع غزة والحرب لا تزال مستمرة. يعني الطواقم التي تحمل المساعدات الإنسانية أو طواقم الأونروا مثلا التي تعمل في المخازن في مراكز التوزيع تعمل تحت الحرب. يعني الحرب لا تزال مستمرة، نسمع دائما من وقت إلى آخر بغارات هنا بقصف هناك. بالتالي الظروف الأمنية صعبة جدا، وهناك خطرة كبيرة بالتأكيد يتعرض لها هؤلاء العاملون في المجال الإنساني. الفكرة هو أن المنظمة كبيرة مثل الأونروا لا تستطيع إلا أن تقدم الخدمات الأساسية لأنها شريان حياة بالنسبة للسكان هناك. نحن ندير مراكز صحية، نقدم خدمات أساسية صحية، نقدم خدمات غذاء لكل السكان. حتى أننا منذ بدء الحرب قمنا بتوزيع الطحين مثلا على أكثر من 1,800,000 شخص. الطرود الغذائية 600,000 طرد غذائي تم توزيعه مؤخرا على السكان. السكان لا يستطيعون المضي قدما في حياتهم بدون المساعدات الإغاثية التي تصل عبر الأونروا أو عبر باقي المؤسسات الأخرى التي تعمل. الظروف لا تسمح بتأخير هذه الاستجابة الإنسانية. بالتالي مرة أخرى هذه الأركان لنقل الاستجابة الإنسانية وإدارتها يجب لكي تتحقق أن يكون هناك ظروف سهلة، يجب أن يكون حماية للعاملين في المجال هل من الإنساني. التقارير التي تسمعينها وبعد استهداف يعني العاملين في المطبخ المركزي العالمي بهذا الشكل الذي وصفناه منذ قليل، هل هناك تخوف لدى العاملين في مجال الإغاثة الآن أكبر من أي أكثر وأكبر من أي وقت مضى؟ يعني بالتأكيد يعني مثل هذه الحوادث تشعر باقي العاملين في المجال الإنساني بأن هناك خطر عليهم. لا ننسى أيضا أن الأونروا نفسها فقدت عدد كبير من موظفيها خلال صحيح. هذه الحرب. يعني حتى التقارير الرسمية التي صدرت بالأمس تتحدث عن أكثر من 173 أو ربما أكثر العدد من ذلك. يعني هذا عدد كبير فقدته الأونروا وهم موظفون في المجال الإنساني، لأن الأونروا بطبيعة نعم الحال هي مؤسسات تقدم الخدمات الإنسانية. نعم خلال فترة الحرب لم يسبق لنا أن فقدنا أعداد كبيرة من الموظفين. يعني كل هذا يدلل على أن هذه حرب غير نعم مسبوقة بكل المعايير وبكل التفاصيل، سواء من أعداد القتلى أو حتى ربما الاستهدافات فيما يتعلق بعمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية. ونذكر معك المشاهدين أيضا بأن عملكم يتطلب في غزة بأن تطلعوا الجانب الإسرائيلي على تحركاتكم بالتأكيد والموافقة من قبل الجانب الإسرائيلي قبلها ب 48 ساعة على هذا التحرك وهذا الخط، وفي نفس اليوم يكون هناك تقريبا تقديم للأحداثيات مرتين في اليوم، هل هذا صحيح؟ أكيد. يعني نحن نقدم الإحداثيات الخاصة بمنشآتنا بتحركات الزملاء في المجال الإنساني، كل هذا يتم مشاركته مع أطراف النزاع. يعني وبالتالي لذلك نتوقع أن يكون هناك دائما حماية لهؤلاء العاملين في المجال الإنساني وحماية للمنشآت أيضا التي تقدم هذه الخدمات. للأسف يعني ما يحدث في بعض الأحيان هو عكس الواقع. يعني حتى المنشآت الخاصة بالأونروا تضررت وبشكل كبير. يعني نتحدث في تفاصيل في تقاريرنا عن أكثر من 161 منشأة تضررت. هذه المنشآت بالأساس هي تقدم خدمات إغاثية، تقدم غذاء، تقدم دواء للسكان، ناهيك عن مثلا بعض العمليات القصف التي حدثت لهذه المنشآت بينما كان يتواجد النازحون داخلها. شكرا جزيلا، كنت معنا إيناس حمدان مديرة الإعلام في وكالة الأونروا في غزة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم عن رونين بار رئيس جهاز الشبكة الإسرائيلي قوله إن ما يحدث من احتجاجات عنيفة يمكن أن يقود لمنحنى خطر لا يجب الانزلاق إليه. تواصلت الاحتجاجات الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى الكنيست، وذلك للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 متظاهرين إثر اختراق حواجز أمنية نصبتها الشرطة في الطرق المؤدية إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية. وعقب المواجهات التي أسفرت عن إصابة أحد رجال الشرطة، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير جهاز الشباك وطالب بالاهتمام بأمن نتنياهو وأسرته. من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا كلغاصي. لانا أهلا بك معنا. إذا تستمر المظاهرات وسط تحذيرات إسرائيلية من انزلاقها إلى مرحلة خطر، ما هي التفاصيل التي يمكن أن تطلعين عليها؟ أهلا بك ضحى. بالفعل يعني ربما هذه الأيام هي أيام صعبة بالنسبة للوزراء الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية بشكل عام، خاصة بأن الاحتجاجات هي تزداد في القدس منذ 7 من أكتوبر. حقيقة كانت هناك مظاهرات بالفعل في تل أبيب أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، كان هناك إغلاق لعدد من الشوارع والطرقات، ولكن على ما يبدو أن منظمي الاحتجاجات فهموا وأدركوا أن الضغوطات في تل أبيب ربما لا تحرز التقدم المطلوب ولا تؤدي إلى ضغوطات كبيرة على الحكومة الإسرائيلية اللي تؤدي إلى تغيير من قراراتها. لذلك قرروا الانتقال من تل أبيب إلى القدس، وتكون المظاهرات أمام الكنيست الإسرائيلي والتي بدأت قبل 3 أيام تقريبا، وسوف تستمر أيضا ضحى اليوم في ساعات المساء. سوف يكون هناك الآلاف من المتوقع أن يحضروا أمام الكنيست الإسرائيلي. القوات الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب منذ 3 أيام في القدس وفي القدس الغربية تحديدا حول الكنيسة وأيضا مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الآلاف من الإسرائيليين الذين يحتجوا ويطالبون بإسقاط هذه الحكومة والتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى وأيضا انتخابات مبكرة. هل هناك أي اجتماعات مجدولة اليوم للتعاطي مع هذه المظاهرات أو مع حالة الحرب المستمرة الإسرائيلية على قطاع غزة؟ نعم ضحى، بحقيقة الأمر يعني طيلة الأيام الماضية كان هناك اجتماعات، ولكن اليوم تحديدا نتحدث أن كان هناك بالفعل ربما تخوفات داخل مجلس الحرب وداخل الكنيسة الإسرائيلي وأيضا الوزراء في مجلس الحرب الذين كانوا يتخوفون من هذه المظاهرات التي كما تحدثت قبل قليل يعني يخشوا بالفعل بأن تذهب للأيام ما قبل 7 من أكتوبر عندما كنا نشهد انقسام كبيرة داخل الجيش الإسرائيلي وأيضا داخل الشارع الإسرائيلي، حيث كان هناك بالفعل مظاهرات مؤيدة ومعارضة حتى للحكومة الإسرائيلية، وكان هناك اشتباكات بين هؤلاء المتظاهرين في الشارع، وحتى القوات الإسرائيلية كانت تتواجد أيضا لمحاولة فض هذه المظاهرات. لذلك ضحى هذه الأيام هي أيام بالنسبة لإسرائيل هي أيام خطرة وأيام بالفعل ربما يتم تشبيهها بأيام سوداء. هذه المظاهرات مجدول لها يعني طبعا هي كانت مستمرة منذ فترة طويلة لكنها أصبحت الآن مكثفة أكثر وانضم إليها أهالي الأسرى أيضا، لكن في هذه المظاهرات تحديدا والمستمرة منذ 3 أيام مقرر لها أو متفق عليها من قبل المتظاهرين أن تستمر كم يوم؟
يعني من المقرر أن يكون اليوم مساء هو ربما اليوم الأخير بخصوص هذه 3 أيام أو 4 أيام المتتالية، ولكن بالطبع سوف يكون هناك مظاهرات سواء أن تستمر في تل أبيب أو مناطق مختلفة في القدس، ولكن أمام الكنيست كان من المقرر أن تكون لمدة 3 أيام إلى 4 أيام بشكل متواصل. يتجمع المتظاهرون أمام الكنيست الإسرائيلي ومن ثم يسيرون باتجاه مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة، هو قريبة حتى في قريبة من الكنيسة الإسرائيلية، لذلك هم يتوجهون من الكنيسة إلى مقر رئيس الوزراء. حتى بالأمس كان هناك أعداد كبيرة من الشرطة الإسرائيلية فرضت حواجز ووضعت حواجز لمحاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي. أذهب معك لأي معلومات تكون رشحت عن هذه المكالمة الافتراضية بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي حول اجتياح رفح، وما الذي يقال عنها سريعا؟ نعم، بخصوص هذه العملية، على ما يبدو أن إسرائيل كانت قد اطلعت الولايات المتحدة على العملية العسكرية التي تريد تنفيذها في مدينة رفح. الولايات المتحدة كانت قد يعني اطلعت على هذه الخطة وتحدثت بأنها غير قابلة للتنفيذ، لم تذكر تفاصيل معينة يعني لسبب عدم قابليتها للتنفيذ في مدينة رفح، ولكن على ما يبدو هو بخصوص المدنيين وربما استهداء، سيكون هناك يعني ضحايا أو ارتقاء أعداد كبيرة من الفلسطينيين المدنيين في مدينة رفح بسبب اقتضاضها. نتحدث عن 1,300,000 من الفلسطينيين ما زالوا في مدينة رفح، لذلك الولايات المتحدة كانت قد طلبت من إسرائيل أن يكون عمليات دقيقة جدا وجدا لمقاتلي حركة حماس أو قادة حركة حماس في مدينة رفح، وأن يتم هناك إخلاء النازحين الغزيين من مدينة رفح إلى مناطق أبعد منها حتى يكونوا أكثر أمان. لذلك الولايات المتحدة تقول بأن هذه العملية العسكرية غير قابلة للتنفيذ. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، مراسلة الحدث لانا كولغاصي كنت معنا من القدس. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن منظمات الإغاثة الإنسانية غير قادرة على أداء عملها بأمان في قطاع غزة في ظل الدمار الذي يلحق بالمستشفيات وسقوط قتلى من العاملين بالمجال الإنساني. أضاف الصليب الأحمر عبر منشور على إكس إن مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض، العاملون في المجال الإنساني يقتلون. كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن نظام الرعاية الصحية يواجه الصدمة تلو الأخرى ويفقد المرضى إمكانية الحصول على الرعاية الطارئة. أكد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قصفا إسرائيليا مكثفا استهدف محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد يومين من تدمير مجمع الشفاء الطبي بالكامل وخروجه عن الخدمة. هذا ودعت وزارة الصحة في قطاع غزة دعت لإخلاء المستشفيات إلا من المرضى والجرحى كي تتمكن الطواقم الطبية من إسعافهم. كما حذرت من أن الاستهداف المتكرر والمباشر للمستشفيات أوصل النظام الصحي إلى حال من الشلل شبه التام. أتواجد هنا في الشارع الموازي لمجمع الشفاء الطبي من الجانب الشمالي، هذا الشارع الذي شهد تقدم قوات الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة بعدد كبير من الآليات والمدرعات وعدد من الجنود من القوات الراجلة. تم تدمير هذا المربع السكني بالنسف والتخريب، أكثر من 40 منزلا تم نسفهم وتفخيخهم مرة واحدة خلال الحصار دام أكثر من أسبوعين لمجمع الشفاء الطبي. نستمع للحاج أبو منذر عن الأحداث التي حصلت خلال هذه الأيام. هم اتدمرونا وبهدلونا، وهم اللي قالوا لنا أقعدوا في البيوت ما تطلعوش من البيوت، وإحنا ناس آمنين إحنا في بيوتنا قاعدين كلنا. ما أشعروك أنه أطلعوا من البيت؟ لا ما أشعرونا ما أشعرونا، وهي أخويا وولاد أخوتي كلهم هاي في الأعمار الثانية كلها نازلة عليهم، وهيهم حوالي 8 أنفار. يعني قالوا لهم خلوكم مثلا أو اطلعوا ولا كيف الأمور؟ مرضيش يطلعوهم من الدار بالمرة، أجبروهم إجبار، وإحنا سامعينهم لغاية هذه اللحظة. وتعال صور شوف، في جهود أنه أنتوا تنقذوهم أو أنه طواقم الدفاع المدني؟ ما فيش إمكانيات الدفاع المدني، مش قادرين، ولا واحد قادر يطلعهم، هاي موجودين تقدروا تصوروهم وتشوفوهم. شكرا.
هذا المربع السكني هو أحد المربعات التي تم نسفها خلال اقتحام وتدمير مجمع الشفاء الطبي لمدة أكثر من أسبوعين. مربعات سكنية أخرى هنا في المناطق الغربية تم حصارها وتدميرها ونسفها وحتى استهدافها بالقذائف المدفعية. حالات من الإعدام رواها الكثير من السكان في هذه المنطقة، أعداد كبيرة من المفقودين لا يعرف مصيرهم إن كانوا تحت أنقاض هذه المنازل أو تم اقتيادهم إلى جهات مجهولة واعتقالهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي أو تم دفنهم في ساحات مستشفى الشفاء. من شمال قطاع غزة، عبد القادر صباح لقناتي العربية والحدث. سيعطينا فكرة أكبر وتصور عن ما يحدث الآن، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي والطبي، مراسل الحدث خضر الزعنون الذي ينضم إلينا من غزة. خضر، أهلا بك معنا. إليك. لك يا ضحى، يعني أولا نبدأ بالوضع الميداني ضحى، حيث أن وخاصة المناطق الجنوبية من قطاع غزة وتحديدا مدينة خان يونس، الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت شنت خلال يعني ساعات صباح هذا اليوم سلسلة غارات عنيفة على محيط مستشفى ناصر في مدينة خان يونس إلى الجنوب من قطاع غزة. هذه الغارات كانت عنيفة جدا، على الأقل 10 من الغارات شنتها الطائرات الإسرائيلية في هذه المنطقة. هذا يأتي أيضا في ظل هذه الحرب المتواصلة لليوم 80% التي تقوم بها التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. أيضا هذا ترافق مع عمليات إطلاق المدفعية الإسرائيلية لعدد من القذائف صوب منازل المواطنين في مدينة خان يونس. فيما قام أيضا الجيش الإسرائيلي وفدنا بأنه تم تفجير عدد من المنازل وخاصة في خان يونس، في وسط خان يونس. خضر، أيضا صحيح على ما يبدو هناك على ما يبدو هناك أيضا تكثيف لهذه الضربات الإسرائيلية على المستشفيات ومحيطها. فعلا، يعني هذا ما شهدناه خلال الساعات القليلة الماضية في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. هذا أيضا يأتي في ظل اشتباكات يعني عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وأيضا الجيش الإسرائيلي على محاورات خاصة في مدينة خان يونس في المنطقة الشرقية وأيضا الوسطى وأيضا المنطقة الجنوبية الشرقية من هذه المدينة. أيضا في المناطق الوسطى وتحديدا في مدينة دير البلح سقط 3 من الضحايا وأصيب عدد آخر بعيد قصف مدفعي لعدد من المواطنين إلى الجنوب الشرق من مدينة دير البلح، وأيضا ترافق ذلك مع قصف المدفعية الإسرائيلية لعدد من منازل المواطنين في مخيم النصيرات المجاور لمدينة دير البلح، وأدى ذلك أيضا إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين والذين تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. أما هنا في مدينة غزة ضحى وتحديدا في مستشفى الشفاء ومحيط هذا المستشفى وأيضا في حي الرمال، لا زالت يعني آثار الدمار الكبير تتكشف لدى في المربعات السكنية التي طالها القصف الصاروخي والقصف المدفعي خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي تواصلت على مدار 15 يوما في تلك المنطقة، وأدى ذلك إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وأيضا الجرحى وأيضا المفقودين. لا زالوا وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي ضحى، فإن 1500 من الفلسطينيين هم في عداد الضحايا والمفقودين وأيضا الجرحى والمعتقلين الذين تم يعني اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين الذين كانوا داخل مجمع الشفاء الطبي ولا زال حتى هذه اللحظة مصيرهم مجهول. كل ذلك يأتي في ظل أن الجيش الإسرائيلي أخرج المنظومة الطبية والتي كان مستشفى الشفاء هو العنوان، حيث المستشفى المركزي والرئيسي والذي بات الآن هو خارج الخدمة كباقي كعدد كبير من المستشفيات هنا في قطاع غزة. شكرا جزيلا خضر، نبقى دائما معك في كل جديد. مراسل الحدث خضر الزعنون كنت معنا من غزة. وفي استوديو الحدث أيضا، لكن بعد الفاصل. أعمال شعب في تركيا بسبب تعيين أردوغان مرشحا لحزبه رئيسا لبلدية رغم خسارته في الانتخابات. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف،
أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ أكثر من 22 مليون متابع، وما يقارب 475 مليون مشاهدة، ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. بكم. أزمة المعبر الحدودي بين تونس وليبيا تؤثر على الاقتصادات الصغيرة المرتبطة بالحركة بين البلدين، بينها التجار وسائقو سيارات الأجرة وغيرهم. مقفرة بدت الطريق الواصلة بين تونس وليبيا بعد قرار غلق معبر راس جدير بين البلدين لدواع أمنية. المخاوف حقيقية كانت الأولى مخاوف أمنية بالأساس، وهو أنه عدم وصول هذه الأطراف إلى الاتفاق عندما قرر وزير الداخلية الليبي أن يبسط أو يأمر قوة الأمنية تابعة لوزارة الداخلية بدل القوة الأمنية اللي تابعة مديرية زوارة اللي تشرف على المعبر ثلاث سنوات. هدوء حذر حتى الأكشاك المنتشرة على الطريق لبيع البضائع فيما يعرف بسوق ليبيا في بنجردان خاوية، ولم يتبقى سوى هياكلها، وأما الباعة والبضاعة فغابوا. الإغلاق هذا تشتكي من تداعياته عدة فئات، بينها سيارات الأجرة التي اعتادت استقبال الزوار من ليبيا لنقلهم إلى وجهاتهم، ولما توقفت الحركة توقف عملهم واصطفوا في طوابير انتظار لا يعرف كم ستستغرق، خاصة وأن التوتر بين البلدين ما زال قائماً، وأثكته بعض الممارسات والتصريحات من قبل عناصر تابعة لجهاز الدعم والاستقرار باحتلال أجزاء من الجنوب التونسي وغيرها من الحوادث. التاكسي تأثرت بصراحة في بنجردان، وتأثر هي في المرتبة الأولى. علاش؟ لأن المباشر الأول مع أخوتنا ليبيا ومع راس جدير هي التاكسي، لأن لما يدخل سائح ليبي يدخل أول ما يستقبل التاكسي. تأثرنا بصراحة بالتاريخ المباشر معناها بصفة كبيرة. وبانتظار استئناف الحركة بين تونس وليبيا سيكون على الاقتصادات الصغيرة إيجاد بدائل أخرى تغنيهم عن موارد تتقلب بتقلب السياسة. يمنى جلاص، الحدث. في تركيا اتسعت شرارة المظاهرات ووصلت إلى مدينة هاكاري الكردية والتي تقع أقصى جنوب شرق تركيا بسبب تعيين أردوغان مرشحه رئيسا لبلدية ولاية على الرغم من خسارته بفارق أكثر من 125 ألف صوت.
اسطنبول معنا مراسل الحدث زيدان زينكلو. زيدان أهلا بك معنا. إذن نتحدث معك عن هذه المظاهرات، حجمها وأصلا الأسباب التي على إثرها اندلعت وتوسعت هذه المظاهرات في تركيا. نعم ضحى، المظاهرات بدأت بعد قرار مجلس الانتخابات الإقليمي في ولاية فان بعدم تسليم المرشح الفائز بالانتخابات وهو كردي من حزب المساواة والديمقراطية الشعبية وثيقة الفوز وتسمى هنا في تركيا المزبطة، وتم تسليمها إلى المرشح الثاني الذي نال أكثر عدد من الأصوات وهو بطبيعة الحال مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم. هذه بسبب طبعا مجلس أو لجنة الانتخابات الإقليمية قالت إن تلقى الطلب من وزارة العدل بعدم تسليمه وثيقة الفوز لأن لديه دعوة قضائية أو طلب من وزارة العدل تم تسليمه إلى المجلس الأعلى للانتخابات قبل فترة وجيزة من موعد الانتخابات بحجة أن لديه تصريحات ويعني تصريحات كانت تؤيد حزب العمال الكردستاني وفيها إهانة للدولة التركية بحسب يعني الشكوى المقدمة بحق المرشح. على أثر هذه الحادثة وعلى أثر هذا الموضوع انتشرت المظاهرات، تم اعتقال 89 شخص كما أكد. لكن زيدان الدعوة كانت قبل إجراء الانتخابات صحيح؟ نعم نعم، طلب وزارة العدل كان قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات من المجلس الأعلى للانتخابات بعدم قبول ترشح هذا المرشح، وبالتالي لم يتم الاستجابة حينها لهذا المطلب وخاض المرشح الانتخابات وفاز فيها متفوقا بفارق كبير، يعني هو مرشح عن ولاية فان ذات الغالبية الكردية، وبالتالي كان الموضوع فوزه محسوما نوعا ما إلى درجة كبيرة أو متوقع بشكل كبير. لكن فيما بعد استجاب مجلس المحافظة أو مجلس الانتخابات الإقليمي هذا الموضوع وتم إلغاء الفوز وتسليم الوثيقة إلى المرشح الثاني. اليوم حزب المساواة الديمقراطية الشعبية تقدم بطلب جديد إلى المجلس الأعلى للانتخابات في أنقرة لإعادة النظر في هذا الموضوع وتسليم وثيقة الفوز إلى مرشحهم الفائز في الانتخابات في ولاية فان. طبعا اليوم سيتم تقديم الطلب. في موازاة ذلك لا شك أن خشية توسع رقعة الاحتجاجات ولاية فان وبتليس أصدرتا قرارا بحظر التجمعات والتظاهرات والمسيرات الاحتجاجية لمدة 15 يوما بالتوازي مع دعوات لتنظيم تظاهرات هذا اليوم سيشارك فيها أيضا إضافة إلى أنصار حزب المساواة والديمقراطية الشعبية الكردي، بعض مشاركة رمزية من نواب حزب الشعب الجمهوري الذي فاز بالانتخابات. طبعا كان هناك تصريحات من قيادة الحزب من أوزغور أوزال وأيضا من رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو داعمة للمرشح الكردي الذي تم سحب وثيقة الفوز. زيدان وأنت تتحدث معنا نحن نعرض أيضا هذه المشاهد لهذه المظاهرات التي كان فيها أعمال شغب كما هو واضح في هذه الصور وتعامل الشرطة معها. ماذا عن هذه الأجواء يعني في ظل أو يعني شكل هذه المظاهرات والتعامل معها؟ نعم لا شك أن السلطات الأمنية انتشرت بشكل كبير هناك، كما ذكرت قبل قليل كان هناك الإعلان اعتقال عدد من الأشخاص العشرات 89 شخص بحسب وزير الداخلية في عدة مناطق. طبعا لا شك أن الإجراءات الأمنية ستكون أشد لمنع تكرار هذه المظاهرات، ربما يكون هناك حملة اعتقالات جديدة لا ندري حتى الآن الإجراءات الأمنية كيف ستكون، لكن السيناريوهات المشابهة في السابق كانت تليها حملة اعتقالات واسعة منعا لوصول المظاهرات أو انتشار المظاهرات في ولايات عدة. هذه المناطق بالأساس يعني بين الفينة والأخرى تشهد حملات أمنية واعتقالات بشكل متكرر من قبل السلطات التركية بحجة وجود أنصار أنصار لتنظيم حزب العمال الكردستاني أو منتسبي لحزب العمال الكردستاني في مناطق كردية أو ذات غالبية كردية في جنوب شرق تركيا وشرق تركيا. زيدان زينكلو شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من إسطنبول.
من اسطنبول ينضم إلينا مستشار الحدث للشؤون التركية طه عودة أغلو. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. في الانتخابات السابقة كثير من رؤساء البلديات كما تذكر حضرتك تم إقالتهم أصلا لأسباب مختلفة، ثم عينت الحكومة من يسير الأعمال. ما هناك تساؤل يطرح الآن، هل كانت الحكومة بحاجة لما يوصف من قبل البعض بهذه الحجة لإبعاد هذا المرشح بالتحديد؟ تحياتي لك في البداية وللسادة المشاهدين. نعم، يعني السيناريو الذي حصل اليوم أو بالأمس هو ما حصل في انتخابات التجارات في 2019، ولكن دائما الحكومة التركية هي تتحدث بأن هذه الأمور هي أمور قضائية، وهذا ما تحدث به بالأمس الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك، وقال بأن هذه هي القضاء الذي هو سوف يقرر، خاصة أن وزارة العدل هي أرسلت الطلب إلى لجنة الانتخابات العليا التي قامت بدورها بإرسال طلب يعني الطعن أو رفض مرشح حزب المساواة والديمقراطية ديم الموالي للأكراد إلى لجنة انتخابات في فان، والتي قامت هي بتفويض المرشح الثاني الذي حصل على المرتبة الثانية وهو من حزب العدالة والتنمية. الحكومة التركية دائما هي تتحدث بأن هذه هناك القضاء مختلف تماما، وهذا القضاء سوف يجري يقوم بخطوات بهذه المسألة، لكن الأكراد وهنا حزب المساواة وقبله حزب الشعوب الديمقراطي الموالي الإكراد هو كان يتحدث بأن هذه الخطوة أو هذه التحركات من قبل الحكومة هي تحركات سياسية بالدرجة الأولى، خاصة نعلم تماما بأنه منذ تقريبا منذ 2015 وإلى حتى هذه اللحظة هناك توترات حصلت ما بين الطرفين، وتم إقالة عدد كبير من الإكراد، وحتى زج هناك زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش في السجن منذ تقريبا سنوات. طيب، ولكن سيد طه أكيد يعني بكل تأكيد هناك من يطرح هذا التساؤل، لماذا وافق القضاء؟ يعني هناك موافقة من القضاء على خوض هذا المرشح الانتخابات، فلماذا لا تقبل النتائج إذا كان قبل بأنه سيخوض الانتخابات وفعلا خاضها وفاز؟ يعني كما صحيح، نعم، يعني هنا حاليا دائما هنا خطوط حمراء في تركيا وخاصة المتعلقة بحزب العمال الكردستاني. الحجة التي قامت بها أو أشارت إليها هي وزارة العدل، وهي أنه هو له تصريحات مؤيدة لحزب العمال الكردستاني المصنف هنا بالإرهابي، وأيضا كما أشرت قبل قليل بأن وزارة العدل يوم الجمعة يعني تقريبا قبل يومين أو أقل من موعد الانتخابات هي أرسلت يعني هناك طلب إلى أجنب عدم ترشيحه أو عدم دخوله في هذه الانتخابات، لكنه هو دخل، أقصد هنا مرشح حزب ديم عبد الله زيدان الذي هو حقق هناك انتصار كبير وفارق كبير على المرشحين الآخرين وخاصة حزب العدالة والتنمية. ولكن إذا تحدثنا بشكل أعمق، يعني هذه المسألة هي ليست بالجديدة، مسألة قديمة ومتكررة، وخاصة بأن هناك صراع كبير وخاصة في المناطق الجنوبية الشرقية التركية التي هي تعلمين قريبة جدا من شمال العراق، حيث تخوض القوات التركية منذ أكثر من عام عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني. ماذا لو استمرت المظاهرات، كيف ستتعامل الحكومة معها؟ يعني إلى حتى هذه اللحظة كما تابعنا خلال الساعات الأخيرة هي الشرارة تنتقل من مدينة إلى أخرى، من فان إلى حكاري وحاليا أضنا، وهذه سوف تكون لها تداعيات بشكل كبير. إذا تحدثنا عن أن الحزب الكردي هو حاليا يحتل المرتبة الرابعة في هذه الانتخابات، وسوف تكون لها تداعيات بشكل كبير، كما أشرت لك قبل قليل بأن هناك يعني الحكومة التركية كما ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات بأنهم يعتزمون شن عملية عسكرية في الصيف القادم. أيضا لا تنسي بأن هناك زيارة مرتقبة خلال هذا الشهر إلى العراق بالنسبة لأردوغان، وزيارة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه الأمور والتطورات هي الإقليمية، يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترتيب الأوراق قبل أن يتوجه للعراق وقبل أن يلتقي مع بايدن في واشنطن. يعني هل يمكن أن يراجع سياسته مع الأكراد كما حدث منذ عدة سنوات حينما أطلق محادثات سلام مع الأكراد وكانوا يصوتون لحزبه في هذا الوقت؟
صحيح صحيح. أعتقد أن الخطوات القادمة والسياسة القادمة التي سوف تنتهجها الحكومة، حكومة حزب العدالة والتنمية، هناك بعض القضايا المتعلقة إن كانت بالاقتصاد ومتعلقة بالقضية الكردية أو المشكلة الكردية هي ما زالت هي تراوح مكانها. أعتقد أن الحكومة التركية خلال المرحلة المقبلة ممكن أن تقدم على خطوات، ولكن من الصعب أو من بكر جدا الحديث عن تصالح أو كما جرى في عام 2015. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والمشاركة معنا مستشار الحدث للشؤون التركية طه عودة أغلو، كنت معنا من إسطنبول. إذن مشاهدينا ختام الساعة الأولى من استوديو الحدث، وبعد قليل نفتح ملفات الساعة الثانية. أعود وألقاكم على رأس الساعة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثا عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأضياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يوميا الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث.
تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من استوديو الحدث، هذه أبرز العناوين. أكسيوس تنقل اندلاع خلافات بين واشنطن وتل أبيب حول خطة الإجلاء من رفح خلال الاجتماع الافتراضي بينهما. الشباك الإسرائيلي يحذر من خطورة الاحتجاجات في إسرائيل ويقول إنها قد تقود لمنح خطير. بحسب إعلام إسرائيلي، الاتصالات الإسرائيلية ستطلب من شركات الهاتف الخلوية الاستعداد للتصعيد على الحدود اللبنانية. احتجاجات وأعمال شغب في مناطق كردية بعد تعيين أردوغان مرشحا من حزبه رئيسا لبلدية كردية رغم خسارته بالانتخابات. 7 قتلى ومئات الجرحى ودمار في أعنف زلزال يضرب تايوان منذ ربع قرن. شيعت صباح اليوم من مقام السيدة رقية بدمشق القديمة جثامين العسكريين الإيرانيين 7 الذين قتلوا في هجوم على قنصلية إيران بدمشق، بينهم قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي ونائبه محمد رحيمي. قد اتهم الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع السورية في الحادثة إسرائيل بتنفيذ غارة استهدفت القنصلية الإيرانية، فقتل وجرح كل من كان بداخل المبنى. وقد توعد المرشد الإيراني علي خامنئي أمس الثلاثاء إسرائيل قائلا إنها ستندم على هذه الجريمة وأمثالها من الجرائم، وأن الهجوم لن يمر دون رد. قسمت جای خودشون قرآن به سر بخوان بشن شب احیاشونه. خون پاک شهدا فرج امام زمان رو برسان، رهبر ما رو یاری کن. اگر کشتن چرا؟ قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. حذر كيربي إيران من أي ردود انتقامية تطال القوات الأمريكية، وذلك في رد على تحميل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان واشنطن مسؤولية الهجوم.
لم يكن للولايات المتحدة أي علاقة بالهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، ولم نكن المتورطين بأي طريقة. لهذا تعليقات وزير الخارجية الإيراني التي تزعم أننا من يجب محاسبته وإلقاء اللوم عليه هي مجرد كلام فارغ. بالرغم من ذلك سنحرص كما نفعل دائما على حماية قواتنا العسكرية بجدية. أظهرت مشاهد جديدة ما حل بمحيط الموقع المستهدف، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 14، بينهم 7 من قيادات الحرس الثوري، هم كل من القائد في فيلق القدس محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي. أما في إيران فتعالت الأصوات المنادية إلى الاستمرار في ممارسة الصبر الاستراتيجي ضد إسرائيل في موازاة الأصوات الداعية للرد. أعلام إيراني نقل عن مراقبين أن الوضع في الشرق الأوسط هش وأنه لا يمكن ضبطه بعد 7 أكتوبر. أضافوا أن نتنياهو الذي يتعرض إلى ضغوط داخلية يريد من إيران أن ترد على قصف القنصلية، داعين إلى ضرورة الاستمرار في الصبر الاستراتيجي وتجنب مواجهة إسرائيل بشكل مباشر. من طهران معنا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. أبدأ معك حقيقة من الأخبار العاجلة والمتعلقة بالمواقف الأمريكية والإيرانية تجاه ما يحدث الآن. مصادر الحدث تتحدث عن أن الأمريكيين مطمئنين لأن الوضع مع إيران لن يتصاعد، وأيضا تقول المصادر الأمنية الأمريكية للحدث إن واشنطن وطهران تتشاركان الموقف تجاه عدم التصعيد وحصر الصراع بغزة فقط. أيضا تتحدث واشنطن تعتبر أن التحذير السابق لإيران ما زال قائما. ما الذي نفهمه من هذه التصريحات؟ هل يعني ذلك بأنه هناك اتفاق على عدم التصعيد خارج غزة؟ وهل يعني ذلك أن إيران ستبقى في ممارسة ما تسميه الصبر الاستراتيجي؟ تحية لك وللمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. أنا أعتقد بأن هذه القراءة الإيرانية التي تولدت في النصف الثاني من أكتوبر، والتي تقول بأن نتنياهو يريد توسيع نطاق الحرب ويريد استدراج إيران، استدراج الجانب الأمريكي من أجل أن تكون هناك مواجهة عسكرية بين البلدين، هذه لحد الآن قائمة. القراءة الإيرانية لحد الآن، لحد يوم الاثنين، يوم التي استهدفت فيه إسرائيل مقر السفارة الإيرانية بدمشق، لا زالت هذه القراءة هي القائمة. قد ينسجم الإيرانيون مع الجانب الأمريكي في هذه القراءة، وبالتالي نحن نعلم بأن هناك 4 رسائل وصلت. هذا هو المعلن، أنه 4 رسائل وصلت بعد 7 أكتوبر من الإدارة الأمريكية للجانب الإيراني عبر وسطاء. الإدارة الأمريكية كانت تطالب إيران بأن تحافظ على الوضع في المنطقة، عدم اتساع نطاق الحرب. هذا الطلب الأمريكي كان ينسجم مع القراءة الإيرانية من أن نتنياهو يريد توسيع نطاق الحرب. طيب، ولهذا أسألك دكتور صادقيان، بأنهم لا يريدون ضبط
الساعة كم على التوقيت الذي يريده نتنياهو. لكن مع هذا الحديث والتصريحات من المصادر حول توافق أمريكي إيراني على عدم التصعيد في أعقاب استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، هذا توافق إيراني أمريكي، ولكن ما تقوله صحيح أيضا بأن هناك محاولات جارية من إسرائيل لجر إيران، وبالتالي إذا كانت إسرائيل تريد ذلك، ما الذي تريده إيران في هذه المرحلة؟ يعني بالتأكيد إيران تريد وقف إطلاق النار وعدم استمرار الحرب في غزة، لأن استمرار الحرب في غزة ربما يوسع نطاق الحرب. ما تم في يوم الاثنين في السفارة الإيرانية بدمشق، أنا أعتقد بأنه يفتح، يعني لحد الآن لم نسمع جديدا من الجانب الإيراني حول آلية التعاطي مع مثل هذه الحوادث. كل ما سمعناه هناك تهديد ووعيد من أعلى الشخصيات الإيرانية، وهو المرشد الإيراني الأعلى الذي هو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، يقول ويتوعد بأن الحرس الثوري سوف ينتقم لدماء الشهداء الذين سقطوا في السفارة الإيرانية بدمشق. لكن هل إن قواعد الاشتباك سوف تتغير؟ هل إن إيران مصممة على الرد؟ لكن بالتصريحات الأخيرة دكتور محمد صالح صادقيان، يعني حينما تكرر دائما إيران بأنها سترد وأن هذا الحادث لن يمر دون رد، هذه التصريحات هل تقول بأنه حتى الحادث الأخير استهداف منطقة رسمية سيمر دون رد؟ أنا لا أعتقد بأن سيمر بدون رد، سوف يكون رد، لكن السؤال المهم الآن والكل يبحث عن جواب لهذا السؤال، كيف سيكون الرد؟ متى؟ وأين؟ الآلية التي سوف ترد بها إيران في الأحداث المشابهة لذلك، سواء كان اغتيال علماء نوويين في داخل إيران أو استهداف مستشارين إيرانيين في سوريا، الرد الإيراني لم يكن ردا عاطفيا متسرعا غير مدروس، هذا لم نشاهد مثل ذلك. كان في رد أصلا؟ على العكس من ذلك، أنا أعتقد يجب أن يكون هناك كان هناك رد أصلا على كل هذه الاستهدافات لقادة لمستشارين محسوبين على إيران أو إيرانيين. هذا هو السؤال، هل بأي مستوى سوف يكون الرد؟ هل سوف يكون رد مباشر، استهداف مباشر، غير مباشر؟ يعني لا أضرب لك مثال مهم جدا يمكن أن نأخذ منه درس. عندما استهدفت إسرائيل منشأة نطنز النووية في إصفهان، كانت هذه المنشأة تخصب اليورانيوم بنسبة 20%. عندما استهدفت هذه وعطلت أجهزة طرد المركزي التي كانت تنتج تخصب اليورانيوم بنسبة 20%، إيران فعلت أجهزة تخصيب جديدة من جيل جديد وخصبت اليورانيوم بنسبة 60%. بالتالي بعض الرد هو أنه زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، وبالتأكيد هذا إسرائيل عرفت ذلك، عرفت بأن هناك تهديد جديد لأمنها القومي عندما يكون هناك تخصيب لمدة 60 بمستوى 60%. ولكن نعود مرة جديدة للتصريحات، تقول بأنها لا تريد أن تنتج السلاح النووي. الأخيرة والأخبار العاجلة، الأمريكيون مطمئنون إلى أن الوضع مع إيران لن يتصاعد، ماذا أخذت إيران في المقابل؟ أم أنها توافق على استهداف عناصرها الواحد تلو الآخر دون رد؟ بالتأكيد كان هناك رسالة مساء الاثنين وصلت من الجانب الأمريكي إلى إيران، وقالت فيه بأنها غير منخرطة في الاستهداف الذي استهدف السفارة الإيرانية بدمشق، وبالتالي حتى الجانب الأمريكي أنا أعتقد بأنه لم يكن صادقا 100%، لأن بعض الوسائل الإعلام إكسيوس نشرت بأن إسرائيل أخبرت الجانب الأمريكي بذلك، الأمريكيون قالوا نعم أخبرنا بالعملية لكن عندما كانت الطائرات في الجو نحن أخبرنا، وهناك معلومات تقول بأن الإخبار لم يكن على مستوى يعني على مستوى أنه نعمل أم لا، وإنما كان إخبار فقط وليس غير صحيح. وكان هناك تصريحات إيرانية على أعلى مستوى تحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية أيضا وتقول بأنها سترد، وبالتالي كيف نفسر هذه التصريحات الجديدة واطمئنان الولايات المتحدة الأمريكية أن الصراع لن يتوسع ولن يكون هناك رد من قبل إيران؟ السلاح الذي قصفت به السفارة الإيرانية، المبنى الذي المجاور للسفارة الإيرانية،
سلاح أمريكي، طائرة أمريكية، صاروخ أمريكي، وربما طيار أمريكي أيضا. وبالتالي لأن هناك قادة من يعني هذه القيادة الأمريكية الوسطى يشتركون في قيادة الحرب في داخل إسرائيل، وبالتالي عندما تتهم إيران الولايات المتحدة تتهمها بناء على هذه المعلومات. أنا أفهم ذلك، لكن سؤالي ليس حول هذه النقطة دكتور صالح صادقيان. بالأمس اتهمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مطمئنة لن يكون هناك رد وهناك تشارك في عدم توسعة رقعة النزاع خارج غزة. ما الذي تغير من الأمس لليوم؟ أنا أعتقد بأن الإيرانيون لحد الآن لم يتحدثوا عن طبيعة الرد، وبالتالي يعني هناك كل الاحتمالات موجودة على الطاولة، هناك مباغتة، مراوغة، التلاعب بالوقت، هذه آليات يعني يستخدمها المخطط العسكري والمخطط السياسي أيضا. وبالتالي يعني كل الاحتمالات أنا أعتقد من خلال ما أراه مناسب، يعني ما أراه الآن في داخل العاصمة الإيرانية طهران، أعتقد بأن كل الاحتمالات على الطاولة، وبالتالي الكل يفكر في آلية الرد وطبيعة الرد. بعد ساعات، يعني بعد ساعتين من الآن، يوجد هناك خطاب للمرشد الإيراني الأعلى يستضيف فيها الحكومة الإيرانية، وبالتالي أنا أعتقد بأنه أيضا سوف يتحدث عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كنت معنا من طهران. وفي استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل. الجامعة العربية تدين مقتل موظفي إغاثة في ضربة إسرائيلية بغزة وتدعو لإجراء تحقيق دولي محايد. تابع الحدث في مكانه وزمانه. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. أهلا بكم. عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة بطلب من فلسطين لبحث تحرك بشأن ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة. كانت فلسطين تقدمت بطلب عقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن لبحث التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح مدينة رفح، بالإضافة إلى التعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات
مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا وعبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن إدانته الشديدة لقتل إسرائيل 7 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة World Central Kitchen في قطاع غزة، داعيا إلى إجراء تحقيق دولي محايد في هذه الواقعة. من القاهرة ينضم إلينا مراسل الحدث تامر نصر. تامر، أهلا بك معنا. إذن تتحدث معنا من داخل الجامعة العربية، تفاصيل حول هذا الاجتماع الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة بطلب من فلسطين لبحث أي تحرك بشأن ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية وأيضا التجويع في قطاع غزة. تفضل. الاجتماع مستمر فعلا برئاسة موريتانيا وأيضا بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومندوبي وممثلي الدول العربية، حيث يبحث عقد بناء على طلب دولة فلسطين كما تفضلتي بالتحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية وسياسة التهجير والتجويع ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك يناقش التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح وما يهدد ذلك نحو 1.5 مليون مواطن فلسطيني، بالإضافة إلى رفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 27-28 الذي طلب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك. ومع ذلك حتى الآن يعني قتل تقريبا 65 فلسطيني يوميا منذ 25 من مارس موعد صدور هذا القرار. عدد من المندوبين يتحدثون الآن يضحى بينما أتحدث إليك. الجلسة مستمرة، عندما خرجت كانت الكلمة لمندوب الأردن، من قبل تحدث مندوب سلطنة عمان، دولة الكويت، من قبلهم مصر، وأيضا السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، والذي طالب في كلمته بتفعيل البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لإجبار إسرائيل من خلال عقوبات اقتصادية وسياسية كنوع من الإلزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنفاذ المساعدات وكذلك وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين. تحدث بالأرقام عن عدد الضحايا خلال الفترة الماضية والخسائر التي ألمت بالقطاع. من المنتظر بعد هذه الكلمات أن تعقد جلسة مغلقة على مستوى المندوبين الدائمين يتم خلالها التوصل لقرار من قبل الاجتماع بشأن التحرك العربي فيما يخص الوضع الحالي الذي يعني فرض على المنطقة جراء الممارسات الإسرائيلية ضحى. أيضا سيتم مناقشة، كما أوضح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، المجلس أيضا سيناقش تامر عدم انصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمر بها محكمة العدل الدولية في شهر يناير ومارس الماضيين. ماذا في تفاصيل ذلك وما قيل حوله؟ نعلم أن الجلسة ما زالت مستمرة، ولكن إذا كان هناك أي معلومات حول ذلك. السفير حسام زكي بالفعل عندما تحدث كان أشار إلى تغير في الموقف الدولي مستشهدا بقرار محكمة العدل الدولية وكذلك بقرارات عدد من الدول الغربية فيما يخص إسرائيل، وحتى يعني هناك دعوة لبقية الدول الغربية بالاعتراف بدولة فلسطين. وبالتالي أشار أيضا إلى أن هذه الاستفاقة رغم أنها استفاقة دولية متأخرة لا تعفي المجتمع الدولي من المسؤولية عن قتل الأبرياء بهذا الشكل والصمت الطويل تجاه هذا الأمر، ولكن يشير إلى أن من يعني التحرك من الأفضل أن يكون لناحية استغلال التغيرات في المواقف الأوروبية والغربية تجاه قضية السلام في الشرق الأوسط. وبالتالي هناك طبقا لتصريحاته أو طبقا لكلمته تحولا ومزيد من الاقتناع بحل الدولتين وأن هذا هو السبيل الوحيد لإقرار السلام في الشرق الأوسط. فبالتالي هذه الأمور سوف تتم مناقشتها، وإن كان البيان الذي أو القرار الذي سيصدر سوف يعني يتمحور حول تثمين ومساندة القرارات التي اتخذت والمطالبة بمزيد من الحسم والحزم من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة تجاه إسرائيل في مسألة تنفيذ هذه القرارات. القرار متخذ بالفعل من 25 من مارس الماضي، ولكن طبقا لكلمة العكلوك ما النتيجة؟ ما الذي حدث منذ
هذه اللحظة، أشار خلالها أن يعني أكثر من 500 من الفلسطينيين سقطوا ضحية القصف الإسرائيلي أو الممارسات الإسرائيلية. تحدثوا أيضا عن استهداف العمال الإغاثة وموظفي الإغاثة والمدنيين الواقفين في طوابير تلقي المساعدات، وأن هذه الممارسات غير مسبوقة وترتد بالعالم إلى عصور لم تكن تحترم فيها حقوق الإنسان. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، نبقى دائما في متابعة معك مراسل الحدث تامر نصرت، كنت معنا من القاهرة. تقدمت فلسطين بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة، وذلك لنيل العضوية الكاملة في المنظمة التي تم تأسيسها في العام 1945. وفي السياق، وقعت السعودية رئيسة المجموعة العربية على الطلب الفلسطيني للانضمام الكامل للأمم المتحدة. دولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، هذا هو فحوى طلب البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة التي أرسلت برقية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطلب منه تجديد النظر في العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وإحالة الطلب إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن. طلب كانت تقدمت به في 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة بدل وضعها الحالي كدولة غير عضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب، ولكن ما أفرزه تصويت نوفمبر من العام 2012 كان موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات سيادة برفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من كيان إلى الدولة غير عضو. إن آلية قبول الدول الراغبة بالانضمام إلى الأمم المتحدة عادة ما تتم عبر تقديم الدولة المعنية بالانضمام طلبا إلى أمين عام الأمم المتحدة الذي بدوره يرسله إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتقييمه وعرضه على التصويت. هذا تحديدا ما قامت به البعثة الفلسطينية التي أرسلت الطلب لغوتيريش، والأخير حوله لمجلس الأمن وفق تأكيد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجيريك. فما هي السيناريوهات المتوقعة الآن؟ في هذه المرحلة ستقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يستوفي شروط الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. بعد ذلك سيكون هناك خياران، إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت في مجلس الأمن. في حال التصويت فتمريره يحتاج ل 9 أصوات مؤيدة على الأقل، مع عدم إشهار أي من الدول الخمس من أصحاب حق النقد الفيتو بوجهه. في حال قبول طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، وهنا ستكون هناك حاجة لثلثي الأصوات في الجمعية للموافقة، إذ لا يمكن لأي دولة الانضمام إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة. من رام الله ينضم إلينا القيادي في حركة فتح منير الجعقوب، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. أولا، ما الذي يعنيه طرح هذا الطلب في هذا التوقيت بالتحديد، وكيف يعطيه فرصا ربما أفضل من كل المرات السابقة؟ مساء الخير أخو الضحى لك ولجميع السادة المشاهدين. يعني في هذا التوقيت الحرج بحياة القضية الفلسطينية وهذا الإجماع الدولي وحتى الأمريكي والإقليمي على موضوع قيام الدولة الفلسطينية والبدء في هذا الموضوع، لابد من هذه الخطوة الأولى التي سوف تظهر كل نوايا العالم باتجاه موضوع حل الدولتين والقضية الفلسطينية وحل عادل لهذه القضية بما يضمن أن تكون دولة فلسطين حرة ومستقلة ولا يوجد احتلال على أرضها. كما تشاهد يعني منذ حوالي 6 شهور وآلت الحرب الإسرائيلية تطحن في عظام الفلسطينيين وفي أجسادهم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي القدس، على ما يبدو أن هناك صحوة في هذا العالم. من هنا جاء تقديم هذا الطلب الذي هو بالأساس كان منذ عام 2011 قدمه الرئيس محمود عباس لنتابع ماذا يحدث. يعني يوم أمس كان هناك متابعة لبعض التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة والتي تقول بأننا نستمع باهتمام للمناقشات التي تدور حول أن تكون فلسطين عضو كامل في المجلس في الأمم المتحدة كاملة العضوية. هناك تصريحات من الاتحاد الأوروبي أيضا صدرت مشجعة،
هذا الموضوع سوف نشاهده يعني في 18 نيسان عند البدء في هذه الإجراءات، هل سوف يمر هذا القرار أو لا؟ إذا كان فعلا العالم يتحدث بصدق أم أنه فقط يستخدم لغات العلاقات العامة والعلاقات الدولية للدول التي يمكن أن تعرقل الجرائم التي تحدث ضد الفلسطينيين؟ أستاذ منير، أو تقف يعني حال أمام حتى هذه التمرير. اللحظة نعم تفضل. حتى هذه اللحظة في اتصال هاتفي مع بعثتنا في الأمم المتحدة والتأكد ما زال هناك يعني مواضيع حذرة في التصريحات بهذا الخصوص. طبعا هناك تخوف كبير والكل يعلم من الولايات المتحدة التي ممكن أن تستخدم اعتراض على هذا القرار أو ممكن أن تصمت ولا تصوت ويمر هذا القرار. هذا السلوك التصويتي الأمريكي سوف يكون يؤخذ في الحسبان من المجموعة العربية التي يتحدث معها وزير الخارجية الأمريكي ليلا نهارا بخصوص الدولة الفلسطينية. هذا اختبار حقيقي للولايات المتحدة تحديدا، لأن لا أعتقد أن هناك أي عضو في مجلس الأمن ممكن أن يستخدم حق النقد الفيتو ضد هذا القرار، لأن الكل مقتنع بأن فلسطين يجب أن تكون دولة كاملة العضوية. هناك قرار التقسيم رقم 181 الذي قال هناك دولتين، الدولة الأولى قامت ودعمها العالم، الدولة الثانية دولة فلسطين، حتى هذه اللحظة لم تقوم ولم يتم تجسيد استقلالها على الأرض. بالتالي الآن العالم أمام هذا الاختبار الأخلاقي باتجاه الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة. لكن سقط العالم في كثير من الاختبارات بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فهل تعتقدون بأنه ينجح في هذا الاختبار هذه المرة؟ يعني هو أمام تحدي حقيقي الآن العالم لينتقل من موضوع المراوغة والعلاقات الدولية والعامة وكسب الوقت إلى الذهاب باتجاه خطوة مع الفلسطينيين إلى الأمام. وأنا أقول لك هذه الخطوة مهمة في تجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني. حقيقة إذا اصطدمنا في الفيتو واصطدمنا في ما يتحدث فيه، هناك أيضا اجتماع حدث للسداسية العربية وحدد نقاط لها علاقة بالحلول القادمة مع الفلسطينيين، وهناك يعني ضغط عربي وتحديدا من العربية السعودية بهذا الاتجاه. بالتالي حتى لو حاولوا عرقلة هذا الموضوع، أيضا نحن الآن نستند إلى الأشقاء العرب الذين هم يعني قلبا وقالبا مع أي خطوات كاملة، العربية السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، قطر، هذه الدول الداعم بشكل كبير للموقف الفلسطيني الرسمي. لابد أن يكون هناك تحرك عربي بعد هذه الخطوة القادمة. يعني خلينا لا نستبق الأحداث وننتظر ماذا سوف يكون في الأيام القادمة. كما تتحدث الولايات المتحدة بأنها تراقب باهتمام الأحاديث التي تدور حول الاعتراف الكامل في عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. سوف نراقب أيضا السلوك الأمريكي والتصويت الأمريكي اتجاه هذا القرار. لا، خلينا نستبق الأحداث. ولو حصلت فلسطين على يعني صفة عضو، يعني دولة عضو في الأمم المتحدة بشكل كامل، ما الذي يحققه ذلك بالنسبة لكم؟ ما الذي يعنيه؟ كيف يمكن أن يغير المشهد؟ كيف يمكن أن يساهم فيما يحدث في ما يحدث من قبل إسرائيل على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والمناطق وباقي فلسطين؟ يعني في المشهد السياسي سوف يثبت حق أصلا هو قديم للفلسطينيين بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. هذا جزء من تثبيت الحق الفلسطيني، ونحن نطالب بهذه الخطوة منذ عام 2011 وننتظر الفرصة السانحة لذلك. وأعتقد بأن الآن الأمور يعني أكثر جدية من العالم، ولا يمكن المراوغة في هذا الموضوع. ثانيا، هذا ممكن أن يأخذ بعين الاعتبار القرارات الكثيرة الموجودة على رفوف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تحديدا القرار 2334 المتعلق بالاستيطان. هذه الدولة يجب أن تكون خالية من المستوطنين ومن المستوطنات. بالتالي أيضا هذا القرار إذا مر سوف يأخذنا إلى مربع جديد في ملاحقة إسرائيل في هذه العضوية الكاملة. سوف تثبت حق الفلسطينيين، حتى لو نحققه اليوم أو غدا سوف يحقق في وقت لاحق، لأن النضال الوطني الفلسطيني لن يقف عند هذا القرار بالتأكيد. المكاسب كثيرة ومهمة،
وأهمها أنه سوف تكون فلسطين عضو كامل، وهذا شيء مهم للحفاظ على الحق الفلسطيني وعلى مسيرة النضال الوطني الفلسطيني. شكرا جزيلا لك القيادي في حركة فتح منير الجغوب، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا. نقلت صحيفة جيروسلم بوست عن وزارة الاتصالات الإسرائيلية أعلنها أنه سيطلب من شركات الهواتف الخلوية توفير الطاقة الاحتياطية للهوائيات الخلوية في شمال إسرائيل استعدادا للتصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان. أشارت الوزارة إلى أنها ستقدم 40 مليون شيكل لدعم شركات الاتصالات في إنجاز هذه المهمة. قال وزير الاتصالات شلومو كارهي إن زيادة قدرة الطاقة للمواقع الخلوية أمر بالغ الأهمية لاستمرارية العمليات أثناء حالات الطوارئ. خلال أسابيع قليلة سيكون قطاع الاتصالات في الشمال جاهزا ومستعدا لمختلف السيناريوهات. وسط الجدل الدائر حول إمكانية أن تتمدد شرارة الحرب إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومع الوساطات الأمريكية والفرنسية المتعددة، يطرح ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط والذي لعب دورا بارزا حتى مرحلة قريبة أفكارا لمنع اشتعال الجبهة الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل. شينكر رأى أن إدارة بايدن تسعى إلى التوسط في وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا يبقى بموجبه حزب الله يبقي جميع قواته على بعد 7 كيلومترات من الحدود. في المقابل تنهي إسرائيل على الأقل بعض عملياتها الجوية فوق لبنان، كما ينشر لبنان 15,000 جندي من جيشه على الحدود جنوب نهر الليطاني. بحسب رأي شينكر فإنه على الرغم من صعوبة الحرب في غزة فإن أي نزاع مع حزب الله سوف يكون أكثر صعوبة وتدميرا. اعتبر شينكر أن حزب الله لا يريد الحرب في الوقت الحالي في حين يبقي على شعاره المعلن وهو محاربة إسرائيل، لأنه ليس من الواضح ما إذا كان الحزب يريد فعليا حدودا مرسمة بوضوح مع إسرائيل، لأن هذه النتيجة من شأنها أن تنهي مبرر وجود سلاحه وبالتالي سيطرته على مقاليد الدولة اللبنانية. ووفقا لبعض التقارير تحاول واشنطن تسهيل الاتفاق من خلال اقتراح ضمان رواتب الجيش اللبناني وتطوير جنوب لبنان اقتصاديا، كل ذلك بهدف إحباط عزيمة حزب الله ومغامراته المستقبلية ضد إسرائيل. إلا أن هذا الاحتمال قد لا يكون مقبولا لدى حزب الله الذي لطالما سعى إلى منع الاستثمار في لبنان من أجل إبقاء بيئته الحاضنة تعتمد على سخائه الانتقائي. رأى شينكر أنه حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتراجع حزب الله عن التصعيد ردا على ذلك، فقد تختار إسرائيل مواصلة المستوى الحالي من عملياتها في جنوب لبنان. وانطلاقا من هنا المسؤولون في إسرائيل يرون أن السماح للجيش الإسرائيلي بممارسة قواعد الاشتباك الجديدة في جنوب لبنان هو خيار أفضل من وضع ثقتهم في اليونيفال أو الجيش اللبناني لتقييد العمليات العسكرية لحزب الله والجماعات التابعة له أو حماية سكان المناطق الحدودية. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي حنا صالح، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. أهمية هذا المقال والاقتراحات فيه أنه صادر عن ديفيد شينكر وهو مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط والذي كان لعب دورا كبيرا وبارزا حتى مرحلة قريبة جدا فيما يتعلق بتطورات في جنوب لبنان. هل ترى اقتراحاته واقعية ويمكن تنفيذها؟ المقال الذي كتبه شينكر يعيد صياغة ورقة العمل التي تقدم بها هوكشتاين. ورقة العمل تعثرت ومنذ أكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع غادر هوكشتاين ولم يعد. هناك مسألة أساسية أشار لها كاتب المقال وهو كما تفضلت مساعد سابق لوزير الخارجية، أن حزب الله يرفض الحدود المرسمة. برأي حزب الله يرفض القرار 1701، وهذا الرفض هو رفض إيراني لأنه يبعد الضغط الإيراني عن حدود إسرائيل. عمليا لو قبل حزب الله بال1701 هذا يعني جنوب الليطاني منطقة آمنة
واللبنانيين بإمكانهم العودة والإسرائيليين بإمكانهم العودة، لكن إن قبل بهذا القرار يكون كمن يطلق النار على قدميه، لأنه لا يمكن أن يبقى جنوب الليطاني. واقعيا الوضع رهن القرار الإيراني، لأن إيران هي من قررت إشعال الجبهات ومشاغلة العدو الإسرائيلي من العراق واليمن ولبنان، من أجل أن يكون لإيران مكانة على طاولة المفاوضات في مرحلة لاحقة عندما يحين أوان توزيع المغانم إذا كان هناك من مغانم. وهذه الضغوط عنوانها الوحيد وقف إطلاق النار في غزة. وقف إطلاق النار، سيقف هناك أحدهم ويعلن الانتصار، مع أن غزة بكل أسى هي أثر بعد عين، بعدما كل ما قام به التوحش الإسرائيلي من تدمير وقتل وإبادة جماعية واقتلاع. هل حزب الله باعتقادك مستعد لتقديم تنازلات تظهر بموقف ضعيف؟ يعني الكل يرى، المراقبون يرون أن حزب الله لا يريد حربا مع إسرائيل. قرار الحرب ليس بيد حزب الله، بيد إيران، ولكن هل ستضطر إيران في مرحلة ما أن تحرك ذلك الجانب لترد على كل الاستهدافات التي تطالها عفوا؟ دعينا ضحى نتفق على مسألة. قرار الحرب هو بيد إسرائيل وهو مصلحة إسرائيلية. إذا دققنا في الأمور، منذ أن أصبحت إسرائيل دولة نووية هي لم تنهزم مطلقا أمام العرب، انهزمت مرة وحيدة أمام انتفاضة الحجارة السلمية. في كل المراحل السابقة حققت إسرائيل انتصار على كل العرب، واليوم هي تحقق كل أهدافها في غزة بعد هذا الدمار والاقتلاع. أما القول أنها لم تحقق أهدافها، هذا يعني أننا نستخف ب40,000 ضحية، ب70,000-80,000 جريح بكل هذا الدمار وكل هذه الكوارث. ما تريده إيران هو قتال منخفض، مشاغلة كي تحجز لها مكان. ومفاوضات جرت قبل فترة بين طهران وواشنطن في عمان كان يبحث في الدور الإيراني من خلال أزرعها في المنطقة. نعم. لكن أعتقد أن هناك جديد، الجديد هو العملية التي حصلت في الأول من أبريل في سوريا. هذه العملية قضت على غرفة عمليات فيلق القدس والحرس الثوري في المنطقة، على كل المجموعة التي تدير المنطقة. فماذا ستفعل إيران؟ اليوم يقول مجلس الأمن القومي، عفوا ناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، أننا سنشهد قريبا ضربات أكثر فتكا بإسرائيل، وجبهة المقاومة ستقوم بواجبها. هل ستدفع إيران أذرعها في المنطقة ومن ضمنها حزب الله إلى عمليات أكبر من العمليات التي نشهدها؟ قد يكون ذلك واردا، وقد يكون أيضا مرحلة من إطلاق الصواريخ باتجاه باكستان وربما أذربيجان وإدلب. أتابع معك هذه النقطة، ولكن أيضا منذ قليل نحن عرضنا خبر عاجل، هناك مصدر قضائي لبناني يتحدث عن أنه الرواية الإسرائيلية بأن العناصر من اليونيفيل الذين قتلوا لم يقتلوا بغارة، لكنهم قتلوا بلغم أرضي. هل لديكم أي تعليق أو تفسير لذلك؟ هذه المعلومات صادرة من القضاء اللبناني بدون شك، وهي مستندة إلى إعادة تحقيق ميداني قام به الجيش في منطقة رميش، حيث حدث الانفجار وأصيب أكثر من عنصر من القوات اليونيفيل. يقول الجيش أن العملية ناجمة عن عبوة ناسفة أو قنبلة لم تنفجر من بقايا الحرب في فترة سابقة، في حين أن إسرائيل تتهم حزب الله بأنه هو من زرع العبوة. العملية لم تكن كما يبدو، كما قال الجيش اللبناني، لم تكن نتيجة ضربة إسرائيلية، بل ربما عبوة ناسفة. وهنا الأسئلة كثيرة حول زرع العبوات وتفجير العبوات في المنطقة، خاصة في مناطق فيها اليونيفيل. هل لديكم إجابة على ذلك إذا كان حزب الله هو من زرع هذه العبوة؟ كل المنطقة جنوب الليطاني هي منطقة
ينتشر بها اليونيفيل والجيش اللبناني، لكن المنطقة بكاملها تشهد انتشارا كبيرا لحزب الله، ومن هذه المنطقة يخوض حزب الله معاركه الأساسية. وإن كانت العمليات التي جرت بعد 7 أكتوبر حتى اليوم أدت إلى إقامة حزام أمني على امتداد المنطقة الحدودية، هناك منطقة محروقة كاملة، هناك دمار في نحو 50 بلدة، ما أرغم حزب الله على التراجع واقعيا مسافة معينة إلى خلف الحدود عما كان قريبا منها. هل هو حزب الله من زرع العبوة؟ هذا موضوع الجهات العسكرية والأمنية هي التي تجيب. أنت أشرت منذ قليل بأن كل طرف سيبحث بكل تأكيد عن انتصار له. شنكر يقدم اقتراح قد يقبل، لا أعلم إذا كان يقبل به أي طرف من الأطراف، هو يدعم مرشح حزب الله في هذا الاقتراح سليمان فرنجية، ولكن لسنتين، كأنه يقدم حل وسط. هل باعتقادك حزب الله يعني يوافق على ذلك ويقدم له ذلك تطمينات سريعا؟ في العام 2006 استخدم حزب الله الحرب للانقضاض على السلطة وقدم السلطة. اليوم يريد حزب الله أن يقول للبنانيين أنه يدافع عن لبنان، وهو بنا الأساس لم يدافع عن لبنان ولم يخوض الحرب من أجل لبنان، بل حسن نصر الله ربط الحرب بأهداف فلسطينية واضحة كلها سقطت، كلها فشلت. حزب الله يسوق منذ فترة أنه يدافع عن لبنان ويريد الثمن أن يقبض أكثر على السلطة، يريد رئيسا تابعا له يغطي على ما يبدو أمريكا تدعم بعد الانشطار الكبير في لبنان. أمريكا ما يهمها هو الأمن في الجنوب ووقف العمليات وأمن شمال إسرائيل، هذا هو الهم الأمريكي. والقوى الدولية التي مكنت النظام السوري بعد مشاركته في حرب الخليج الأولى من أن يحتل لبنان آخر همها لبنان. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي حنا صالح، كنت معنا من بيروت. قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 800 بجروح في تايوان جراء زلزال هو الأعنف منذ ربع قرن تخطت قوته 7 درجات، وقع صباحا قرب شرق الجزيرة بحسب ما أعلنت السلطات. انخفض مستوى المياه في البحار، والذي أثار بداية مخاوف حدوث تسونامي، الأمر الذي نفاه مركز الإنذار المبكر من التسونامي بالمحيط الهادئ من تايوان قائلا إنه انتهى إلى حد كبير. من تايوان ينضم إلينا ليث البلوي، مالك مصنع متضرر في تايوان. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. لو تشرح لنا ما حدث وحجم الأضرار في تايوان وحجم الخوف والفزع بعد زلزال بهذه القوة يأتي هو الأقوى والأعنف منذ 25 عاما. أولا بحييك وبحيي السادة المشاهدين جميعا. الحقيقة هذا كان زلزال قوي جدا، مخيف جدا، يعني الأقوى منذ 25 عام، حالة فزع غير مسبوقة حدثت في البلد، زلزال على مقياس 7.4 ريختر للمرة الأولى، اهتزازات عنيفة جدا. ما حجم الأضرار؟ ما الذي شاهدته في الشارع؟ كيف هو مشهد المباني، الجسور، السيارات؟ والله هو الزلزال أتى في الساعة 8 صباحا، أغلب الناس كانت تستعد للخروج من المنزل وكانت تتجهز للذهاب إلى العمل، فكانت أغلب الناس موجودة في بيوتها، لكن الجميع فزع إلى الشوارع مرة واحدة. هناك بعض المباني التي انهارت جزئيا، الحمد لله رب العالمين، ليس هناك مباني انهارت كليا، إلا 5 مباني فقط التي انهارت بالكامل. طيب ماذا عن الإجراءات، تحذيرات بالنسبة لكم؟ ما الذي قيل لكم؟ يعني تخلو المباني، تبقون في المباني، ما الذي يحدث بعد زلزال بهذا الحجم؟ جرت العادة أن يأتينا تنبيهات لحظة الزلزال، يأتينا تنبيهات وإشعارات على التليفونات الجوالي لأخذ الحيطة والحذر
من الموجات الارتدادية، وهذا الزلزال أتى بعده تقريبا إلى الآن 60 موجة ارتدادية ما بين 5 ريختر إلى 6 ريختر، وهذه موجات ارتدادية عنيفة جدا ومتكررة. يعني لك أن تتخيلي نحن من الساعة 8 صباحا إلى تقريبا 4 عصرا ونحن نعيش في زلزال مستمر ما بين من 7.4 ريختر إلى 5 ريختر. فكان الأمر حقا عنيف ومرعب جدا. نعم، والصور التي نعرضها الآن صور هذه الأبنية وهي يعني هائلة للسقوط في أي لحظة. ماذا عن جهود الإغاثة؟ هل هناك عالقون في أي من المناطق؟ محاولات مساعدة المتواجدين في تلك الذين كانوا متواجدين في أبنية كهذه؟ الحقيقة ضحى، هذا اليوم هو يوم يجب أن نتحدث فيه بصراحة عن جودة البناء التايواني. فيعني هناك زلزال مشابه حصل في اليابان العام الماضي، هناك مئات الآلاف الذين شردوا، لكن البنية التحتية التايوانية وأسلوب البناء والمواصفات والمقاييس المتبعة في تايوان أمر مذهل. أنه طيب، ولكن ماذا عن جهود الإغاثة التي تحدث حاليا؟ أنت مثلا مالك مصنع تضرر بشكل كبير، هل هناك من يحاول أن يساعدك، يحاول أن يساعد منهم في المباني القريبة منك؟ نعم، بكل تأكيد هناك جهود حثيثة لبعض العالقين في بعض الأنفاق وبعض الناس الذين كانوا في رحلات تخييمية في الجبال. هناك انهيارات عنيفة حصلت في مناطق الجبال، لكن في المناطق المدنية حقيقة ليس هناك الكثير من العالقين لأنه الزلزال كان طويل. هناك كان مساحة لنقول للهروب، وبشكل وبلطف من ربنا سبحانه وتعالى لم يكن هناك العديد من المباني التي انهارت، لكن الأضرار المادية هي أضرار كبيرة حقيقة في المصانع في الشوارع. توقفت القطارات بشكل كامل والمواصلات في تايوان، وهناك أيضا هناك ازدحام شديد في المطارات حاليا في تايوان لتأخير العدد كبير من الطائرات والرحلات الجوية. شكرا جزيلا ليث البلوي، مالك مصنع متضرر في تايوان، كنت معنا من تايوان، شكرا جزيلا لك. ختام استوديو الحدث لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.